قالوا عليه حصل فعلا. استاذ مصطفى كان الاستاذ اللطيف المحترم متابع معانا، عامل فولو اب على كل حاجه. الاولاد كلهم مبسوطين والاهل مبسوطين. الاوتيل كويس يعني جميل. كلنا مبسوطين بفضل الله. الناس كمان الجروب كله متعاون مع بعض. اجازه سعيده الحمد لله. مبسوطين جدا في الرحله تبع عصام رايز هنا، وشركه منفيس فعلا قالت كل اللي هي وعدت بيه ادته لنا، والمشرف مهتم بينا جدا وكل اللي احنا عايزينه اتحقق. وننصح كل واحد يعني ان هو برضه يتابع مع منفيس، هي شركه فعلا محترمه وانبسطنا معاها. شكرا. الاكوا بارك حلو قوي والفندق حلو قوي، ووديته مع شركة منفيس. بصراحة خدمات كويسة جدا جدا، سواء الشركة أو المكان اللي احنا عايشين فيه. الإشراف جيد جدا جدا. الأستاذ مصطفى بصراحة كان معانا كل اللحظات، أي حد محتاجنا أي حاجة من أي حد بنرجع له. وبصراحة هو ما متأخرش عنا في أي حاجة، وإحنا سعيدين جدا جدا بالتعامل مع الشركة. وشكرا. شركة منفيس في فندق سان جاردن بيتش. الرحلة ممتازة، الفندق ممتاز، الشركة تنظيمها ممتازة، الباصز محترمة جدا، خدمة مميزة، إشراف ممتاز، أستاذ مصطفى شخص متعاون ما بيبخلش بأي مساعدة أو أي تنظيم. بوجه عام التنظيم هايل والجو جميل ورحلة جميلة جدا يعني، وفي كل الإمكانيات متوفرة للراحة يعني. وكل اللي اتفقنا عليه مع الشركة بصراحة شركة منفيس نفذته مظبوط وأفضل من مظبوط كمان. فان شاء الله نكررها تاني، دي تاني مره، وان شاء الله يبقى في الثالثه والرابعه وعلى طول ان شاء الله.